معانا جمبري قشر. فين القشر يا شيف؟ انا شايفه لحم. طبعا احنا من المزمبلاس بتاعنا والتحضير بتاعنا مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري مقشرين الجمبري والقشر بتاعنا معاه. وحذاري برضو اكتبيه على باب الثلاجه انك تقشري جمبري وترمي الجلد بتاعه والقشر بتاعه والروز بتاعته. ده الذهب الاحمر بقى. تقولي لي الذهب غالي؟ الذهب بيرخص. قشر الجمبري ما يترميش. قشرت جمبري سويسي، جمبري بلدي، جمبري مستورد، اي نوع جمبري يا اختي يا خالتي يا عمتي يا كل اللي بتتابعوني في انحاء الكره الارضيه، قشر الجمبري ما يترميش. بيتشال في كيس نايلون لو انت مش محتاجه له وتحطيه في الفريزر. هينفعنا في الايام دي في الوقت ده اللي انا هشتغل فيه دلوقتي. يعني ايه المقصود؟ يعني ممكن تكوني بتعملي جمبري مقلي، هتستفيدي بيه ايه؟ شيليه في الثلاجه واقول لك هتستخدميه ازاي. هيجي له استخدام اكيد. انا هعمل دلوقتي طبق فتت الجمبري بالخل والتوم، فمحتاج لصوص، لبهريز، لشوربه علشان اعمل بيها العيش بتاع الفته. هجيبه منين؟ ما عنديش لا شوربه كوارع ولا لحمه راس ولا عندي شوربه لحمه ضاني. هجيبه منين؟ من القشر ده. واحنا مع بعض شغالين. طاسه على النار اهي، حلو قوي. واحط في الطاسه دي معلقتين زيت. احنا بندرس المطبخ هنا عشان اللي بيتابعنا ويشوفنا لما نخش المطبخ يعمل حاجه صح. ومفيش حاجه تترمي، مفيش تهدير. الزيت يسخن، بحط عليه فص توم حلو، بصلايه ناعمه، واسيبهم على النار شويه كده هسه يدوني بس ريحه. بنزل بشويه زعتر حلوين. انا عايز اعمل شويه شوربه بقى. انا هعمل طبق فته، اجيب الشوربه منين؟ زعتر، اللهم صل على النبي، عود كزبره خضراء زي ما هو، عود كرفس زي ما هو، شويه شوربه. تعملي بقى شوربه سي فود، تعملي شوربه جمبري زي ما انت عايز. ناخد قشر الجمبري ده يا عم الشيف وروس الجمبري. فرسان التلفزيون المصري، الصوره الحلوه من قشر الجمبري تتحدث عن نفسها. زي الفل. ونقلبه ونسيبهم على النار يعيشوا مع نفسهم. يا شيف انت بتاكلنا كزبره وكرفس بعروقه. انا عارف اللي قاعد بيشوف دلوقتي جاي متاخر بقى وهيقول لك ايه اللي بيعمله الشيف ده. ما يا عم شويه الجمبري الحلوين وانا مش بحب القشر. لا لا اصبر على اذنك عشان اكلك حاجه حلوه وما تظلمنيش، الله يرضى عليك. ميه مغليه. واسيب ده يغلي على النار لغايه لما اشوف اللي ورايا. في الاخر بصفيهم بمصفى. ما عندكيش مصفى يا اختي؟ بتجيبي شاشه بيضه وتحطيها في اي مصفى عندك وتصفيهم. لازم ينزل لك شويه صوص ذهبي كده لطيف جميل. سيبهم يغلوا على النار مش اقل من نص ساعه. زي ما هم كده. اغطيها؟ يلا نبص عليها قبل ما اغطيها، لان الكنز هنا، الخبره الطهويه هنا، اللعب كله في شويه الصلصه دول. حلو قوي. معانا جمبري اللي قشرناه من شويه، بننزله في الخلطه بتاعه المكرونه. ده المطبخ. مش انا قلت دول ما يترموش؟ عرفت ليه؟ اللهم صل على النبي. معايا كابوريا. هتعمل كابوريا بالفته يا شيف مغازي؟ ده برزنتيشن يعني جارنيش. كابوريا عشان الطبق يبقى فسفوري. كابوريا مبطرخه والله مرزه، ده الموسم بتاعها. شايف البطروخ طالع ازاي؟ والكفر ده انا عايزه. ده كله هنشوفه في سيرفيس دلوقتي، نتصور جنبه سيلفي. عندنا الكابوريا متقطعه والجمبري، عندنا الكنز في قلب الحله دي او في قلب الطاسه، والمكرونه بتاعتي الجميله الحلوه في قلب الدقيق. ومحتاج ان انا اطلع فاصل عشان انا ما بحبش اشتغل في المطبخ بتاعي مكركب، بيقفلني، لازم اروقه كده وبرايق كوبايه القهوه بتاعتي والشاي اللي حبايبي مش حارمينه منه. طاسه على النار بالشكل ده كده. ده الكابوريا والجمبري اهو. فتت الجمبري بالخل والثوم اهو. كل دول في قلب الطاسه. وانا شغال كده الجمبري يشيل منه عرق الرمله. نعم والله الكابوريا دي جرنش، انا هجرنش بيها الطبق. برزنتيشن جبتها، لقيتها جبتها، فهي شكلها كده. انت هتسيب طبق الفته وتاكل الكابوريا دي على فكره زي ما هم كده على النار.
الصح هنا بقى اعمل ايه؟ انزل بالشوربه اللي موجوده عندي والكنز ده على ده، ولا انزل بميه؟ ايه الصح؟ حد يقول لي. اكيد طبعا الشوربه. كده فوسفور مع فوسفور. حلو؟ واغطيها واسيب الجمبري والكابوريا يستوى. ده الطبيعي. اللهم صل على النبي. يا ويلي يا ويلي، هو ده هو ده. بس خلاص، يلا مع السلامة. ونجهز طبق الفتة بتاعنا، معلقة معجون الطماطم، علي المذيع الجميل. ايه الحلاوة دي؟ جمبري، كابوريا، والشوربة بتاعتنا زي الفل. تعالوا بقى مع بعض نعمل طبق الفتة واحنا مع بعض كده، واحدة واحدة. حلو الكلام؟ العيش عشان يشرب شوربة احنا مجهزينها معانا زي الفل. محتاج ان انا اعمل طشة، طشة الفتة زي اي فتة. نار كده شديدة، ومعانا الرز المصري بتاعنا مسلوق مسبقا وزي الفل، ويبقى رز مفلفل. وطبق الفتة من غير الرز المصري ملوش شخصية، ده الطبيعي. هعمل تركاية هنا انت اعمليها زي، وادعي لي وانت بتعمليها بالله عليك. الرز ده مسلوق بمية عادي، فص حبهان وشوية ملح ومعلقتين من الزيت، عايز اديله شخصية. اعمل ايه؟ حيرتني. باخد شوية من هنا. يا ويلي يا ويلي، يا سلام لما اشوف المغازل اشتغل بمزاج عالي. هو ده. تاني كمان شوية. الله يرضى عليك. هو ده. الرز اتحول لفوسفوري. ناخد الرز ده زي ما هو كده. شوط الرز دول هتاكليهم وتسيبي كل حاجة، طعم الجمبري وطعم الكابوريا. ناخد البهريز بتاعنا الحلو ده كده. يلا يلا هنا يا شباب، يلا هنا. العب يا سمك. العيش المتحمص نزلت عليه بالفوسفور، نزلت عليه بالذهب. واستنى عليه هسه. اخد الرز المصري بتاعنا. انا ما اخلص مريش حاجه، انا بغرف بس برسم طبق الفته، برسمه. الرز حلو قوي. ودايما لما تغرفي فته، فتت لحمه راس، فتت كوارع، فتت اي حاجه، خلي تفاصيل العيش باينه تحت الرز، يعني ما تلغيش شخصيته، لان العيش هو عنوان الفته، والا ما تبقاش فته. ويا سلام العيش لو طعمه حلو زي اللي انا عامله دلوقتي، عيش مقرمش كده وواخد شوربه الجمبري وشوربه الكابوريا وواخد الخبره الطهويه، وكل ده غير الحب. زي الفل. نشيل ده من هنا ونوسع لنفسنا شوية عشان الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. عايز أعمل طشة الفتة بمعلقة من الزبدة. معلقة زيت صغيرة حتى لا تحترق الزبدة. ومعانا توم زي الفل. ينزل هنا. ما تستنيش على التومة لما تتحمر، كده بتبوظي كل اللي بتعمليه، خلي بالك. احمرار التومة لطبق الفتة عنوان نجاحك للفتة. تاني اكتبوها دي على السوشيال ميديا، الله يبارك لكم اخواتي وحبايبي اللي على السوشيال ميديا، فريق العمل اللي بيشتغل 24/24. احمرار، درجات احمرار التومة عنوان لطعم الفتة. حلو. فين الخل؟ فين الخل؟ الله، هو ده. لسه ما خلصتش. انزل بقى بمعلقه خل حلوه. يا ويلي، هو ده. العب يا سمك. فته حلو، التقليبه دي حلوه. العب. تدفع كام دي؟ خبره السنين. لسه ما خلصتش. يا نعم عيني. حاضر يا فندم. دخل لك مؤمن. عيني يا فندم. حاضر. 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 زي الفل. يا ويلي يا ويلي. هي دي هنا. شيل دي من هنا. ناخد الحله دي كده حلوه. يلا بقى تعالى يا عم الشيف،
بيسالوني حاطط كابوريا ليه؟ المساعدين بتوعي بيقولوا لي المقادير فيها كابوريا واحنا عندنا كابوريا؟ قلت له يا ابني هات لي الكابوريا مالكش دعوه، بعدين بشوف كابوريا ازاز كابوريا لو ازازوني ازازيع. الله، رجول الكابوريا دي مهمه يا اخوانا، حتى لو كابوريا بقى اللي هي مليانه. شايفين الجمبري شايلين عرق الرمله منه؟ الف هنا وشفا للي ياكل زي الفل. بناخد الطشه بتاعتنا الحلوه، انا عارف الصوره قدامك، يعني هتجيب ايه ولا ايه ولا ايه؟ الطشه بتاعتي الحلوه اللي هي عنوان الفته. الطبق ده بهديل الكنترول، حبايبي فرسان التلفزيون المصري قالوا لازم ناكل من ايدك النهارده يا شيف مغازي. ده الطبيعي بقى، بيسالوني مين بياكل الاكل؟ مين بيمسح لك هدمتك؟ حاضر يا فندم، مصر كلها والوطن العربي عارف. حاضر يا باشا، حاضر. لا بس تعزمني الصح ما اتعوض معاكم. ناخد اجرنش الطبق كده. ده بروفيسور في عمله بصراحه، يهمه التفاصيل للمذيع اللي طالع، يهمه التفاصيل لكل واحد بيقدم برنامج طالع على الهواء، بيقف على ايد كل التفاصيل. فانا نحترم الراجل اللي هو بيحترم التفاصيل وبيحترم كل حاجه حلوه، لان نادر لما الواحد يلاقي حد بيحب شغله بالشكل ده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ده اي بقى ايه جرنش كده عشان الاولاد يحبوا الحاجه ديت. معانا وقت نعمل سلطه الطحينه يا شباب؟ انا جاهز. لا والله. طيب عشان بس حبايبي اللي بيشوفوني دلوقتي